وفتي او هجا مني بقر برهان بقر موسى يسالادين كالايا كاسو بحتمي تجمد بورتيلي قبل كنوغال يوكوسي شادا ديغان كجرات هالكاس او لوكا وانا يشير لوغا هلا يهور مركا بلان وفتي بقر كايا ديغان كبالام بالكداف ورعي البيوت وحنا هالكا كهلا قدومية تجمد شريبا محمود محمد محمود يا بقر برهان بقر موسى وحنو هذا غفر حسن هاينا انو ساكي نخصو دوين الدقمدة تريبا بالا هذا من الكاميرا ايضو عيل كان ومدو ميشان اي اومنا هايد لده فوري دونو انت عيل هاينا نوغدو عيسان سفر دير بان نسوغ هاي بلانتا يتلادو وانو دا ميسا مناسبة دان وانو قد فوري انو عيل كان ay ku tabaruceen dhalinyarada boqortooyada Saudiiga oo boqolkiiba 60 ku tabaruceen iyo family-ga reer Babruqis oo iyaguna boqolkiiba 40 ku tabarucay sidoo kale wafdiga boqorka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Salax ee degmada Jariiban waxaana uga mahadceliyay shacabkii soo dhaweeyay wafdiga Islaam Bashiir Islaam Cabdulle Islaam Faarax رجع يا دمر آدمان إذا كم هاد علينا إن سودوينتا هي مقابلة ذا رنتي قالجة أتسميسن إلى هاي خير هاي إذا كوب الدلو إن هل كان وحى مريا وباقى شيء إنه كوي مد وفدي وهو قامين أيه بقر برهان بقر موسى وقدام بين بقر برهان بقر موسى يا دولة بدلا نقول باقي قلب كل جود سيا وضد عيل ظاهر يعير جابه إن دقمة حكت الله جو شقيا أي نقطة دقمة شريبة رنتي وضد أنت عن صوم مرني وولي بهدا كراد محمد العلمي وإسلام كوعي شيء يعني إني وضد إنه وضد في عن هذا تهاي لكن وضد عن صوم مرني وضد أدو اللي بدم بيها وحن مامل كبنتلان إيو عيد كستو أو جعل سمفالكا وددان إنا نغطو مركا ودد عيل داهر لغا سو جيستو إن وددان لو سو جيستو وإن شاء الله بإذن الله كريم قد دقي ودد عيل داهر غايبا كميدان هدا ميشا ويفاديان قدوميه روكتا كان عسيقا باجوغا إيو حمونا كميدا قد دقي عيل داهر ودد عيل داهر إيو عارقابو إن شاء الله بإذن الله كريم ودد عسي إنا نغطو ودد كحكته إلى إيو قرعد هنا نغطو إن شاء الله بإذن الله كريم ودحويناها بنت الآن إيو الدولة دبا وحن لها النهاية أرنكا وأرن مهمة لول كانوا ودوا بها هي هاي هرو مر بلارن بها كالصعدة إن شاء الله بإذن الله كريم إلى إيو جريبا بها اللي رهدا بغول كيلومتر بها نوصي هرسن ولي قرعدنا إنتاسي كشريسة marka waan dareemaynaa in ay dhulku wuxuu u baahan yahay wado wuxuu u baahan yahay horumarka ka socda oo dadka ugu balaaran tahay wixii iyo dhulka meeshii loo soo mari lahaa inta uu wafdigu ku sugnaa deegaanka Buubi ayaa waxa halkaas warbaahinta kula hadlay isimada iyo iyagoo sidoo kale degmada Jariiban lagu soo dhaweeyay si weyn qorbunahan qor muusiga isimada la socda ayaa bulshada kula hadlay degmada saarafilsan xirsi warbaahinta dawladda Puntland Jariiban